أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الدمار جراء أحداث يناير كان من الممكن أن يمتد لسنوات طويلة. أضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة له في جلسة حوار مع الرئيس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف أن الجيش والشرطة دفعا ثمنا كبيرا من أجل حماية البلاد. في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات عندهم القلق ده والخوف ده إن الأمور تخرج وتبقى في حاجة صعبة لمصر، لكن وأنا بقولها دلوقتي بعد تقريبا يعني 10-11 سنة لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا إن اللي حمى مصر ربنا سبحانه وتعالى. وأنا من الناس اللي ممكن كان يبقوا شايفين قد إيه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه وتضيع فيه، ويمكن لسنين طويلة 20-30 سنة 40 سنة الله أعلم، لكن ما فيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبينا. انتوا شايفين البلاد اللي جنبينا اللي دخل ما رجعش، وبالمناسبة مصر أضعف ظروفا من الناس ديت، احنا عددنا ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير، فلو كان حصل شكل من الأشكال لاقتتال حرب أهلية يعني في 2012 و13 كانت، لكن هنا برضو نقدر نقول حاجة تانية يا رامز إن الجيش والشرطة والدولة دفعت ثمن كبير قوي. صحيح.